تخيل محمد صلاح بقاله أكتر من 4 شهور بيتفاوض مع ليفربول على أن أجره يوصل ل 400 ألف جنيه استرليني، يعني بحسبة بسيطة كده بنتكلم في تقريبا 20 مليون جنيه استرليني في السنة، محبة إعلانات يعملوا نص مليار جنيه مصري. تخيل بقى لو أنت بتعمل فلوس زي كده. يا عم عارف إن إحنا فقرا ما تقفش، بس التخيل ببلاش يعني. أول حاجة هتيجي في بالك طبعا العربيات والقصور والسفر، بس اللي انت عمرك ما فكرت فيه بعد ما تجيب كل الحاجات دي هيبقى لسه معاك فلوس كتيرة قوي مش عارف توديها فين. فتعال اقولك اغرب واغلى 10 حاجات الناس الاغنية قوي بتضيع فيها فلوسها. في المركز العاشر معانا الدبابيس. ايوه الدبابيس بتاعت الدباس اللي كنا بندبس بيها الملازم وورق دروس، بس المرة دي مش اي دبابيس، دي دهب عيار 24 وتمن الشريط منها 210 دولار امريكي. يعني لو انت قاعد زهقان وبتلعب بالدباسة على الفاضي انت كده يا باشا بترمي بواك على الارض. علبة الدبابيس الدهب دي بتمن ايفون 13 برو ماكس. نيجي بقى للمركز التاسع. جالك نفس تشرب حاجة ساعة في كوباية فيها تلج، بس عشان انت حتة تقيلة في البلد على رأي مسلم للأسف معرفش استخدم التراك عشان كوب رايت. التلج اللي بيتحطلك لازم يكون المكعبات بتاعته بيرفكت معمولة بالملي، عشان كده هتطلب اغلى مكعبات تلج في العالم من شركة اسمها Glaced Luxury Ice Cubes، واللي بتنتج مكعبات تلج بشكل مثالي عشان توصل للحد الادنى من التبريد. التلج ده بيتباع في باكجات متكونة من 50 كيس، كل كيس فيه تلجية ثمنها 325 دولار. في المركز الثامن معانا شنطة السوق اللي بتاخدها الحاجة في ايديها وهي نازلة تجيب خضار، بس انت عشان راجل ملياردير جدع هتجيب للحاجة شنطة خضار نظيفة ثمنها 1000 دولار بس. اه والله زي ما سمعت كده ثمنها 1000 دولار بس، عشان من انتاج شركة بالنسياجا. بالنسياجا هي اللي عاملة الكوتشي اللي نص شباب مصر دلوقتي لابساه، بس طبعا المضروب لان الاصلي ب 11000 جنيه. تخيل بقى الحاجة وهي جايبة فيها خضار تقطعها، ولا اقول لك ما تتقطع يا عم، انت دلوقتي راجل ما شاء الله غني، ايه 1000 دولار بالنسبة لك يعني فك. في المركز السابع لو انت راجل صاحب مزاج وحابب تجرب اجمد واغلى نوع قهوة في العالم هتروح لقهوة بلاك افري. القهوة دي بيتم تصنيعها على مرحلتين. المرحلة الأولى العمال بيجيبوا فيلة وبيأكلوها حبوب بن وشوية أعشاب وفاكهة، وبيستنوا 3 أيام علشان الفيلة تهضم كويس، وبعدها بياخدوا لمؤاخذة البراز بتاعهم بيغسلوه ويجففوه. المرحلة التانية بنجيب المادة اللي خرجت دي بقى يا سيدي بنخمرها. العملية اللي ريحتها وحشة دي هدفها إنها تنقل السكر اللي في الفاكهة والأعشاب للبن عشان يقلل مرارته، وفي الآخر بيطلع لك أجود نوع بن في العالم، واللي طعمه بيبقى جامع ما بين القهوة والشاي، وريحته ميكس ما بين الزهور والشوكولاتة والكريز، ميكس غريب جدا بس كل اللي جربوه قالوا عليه أحلى قهوة جربوها في حياتهم، وده تقريبا أصل المثل اللي بيقول بيعملوا من الجوهرة. كيلو منها عامل 1100 دولار بس، متقدم في عدد قليل جدا من الفنادق. المركز السادس لو أنت جيمر فأنت أكيد سمعت عن شراوت. مهم في واحد دفع 53000 دولار عشان يلعب معاه لمدة ساعة أونلاين. إيه بقى القصة دي؟ بص يا سيدي، في صناعة محتوى اسمها مايا هيجا كانت فاتحة لايف ستريم عاملة فيه مزاد، والفلوس اللي هتخش منه هتروح لشيلتر الحيوانات بتاعتها، واللي بيجمع الحيوانات المشردة من الشارع بيأكلها وبيرعاها. والستريم ده كان على منصة تويتش، منصة مشهورة جدا وسط الجيمرز. المزاد ده كان على ساعة تقضيها مع صانع محتوى مشهور من المنصة دي، وواحد من أشهر صناع المحتوى دول هو لاعب الاف بي اس مايكل المشهور بالشراوت. المزاد على تقضية ساعة معاه ولع نار، وصل ان صنع محتوى تاني اسمه لدويج كان نفسه ان الشراوت يعمله فولو من زمان، فقرر ان هو يدفع 53000 دولار عشان يكسب المزاد ويلعب لايف مع الشراوت. في المركز الخامس افتكرت ان عيد ميلاد مراتك الاسبوع الجاي، فقعدت تسيرش كده عن حاجه تلي بيها، بس مش منطقي تجيب التلجيه اللي بتحطها في حاجتك الساعه ب 325 دولار وتجيب لها تركيبه برفيوم من ماء الدهب ب 300 جنيه. فتدور في النت كده فتلاقي فيه برفيوم جامد مفيش منه اتنين. تعالوا نرحب بجولدن مليون دولار، واضح من اسم مليون دولار، فتقول بس هي دي الهدية. بس ليه يا عم زازة برفيوم بمليون دولار؟ ريحتها بتثبت طول العمر. زازة برفيوم دي عليها 3000 قطعة من الأحجار الكريمة، واللي محطوطة على شكل فيو نيويورك. هي دي الهدية ولا بلاش؟ متبقاش بخيل يا عم دي مراتك. المركز الرابع، زي وانت ملياردير كده تهزر مع صحابك، الموضوع أسهل مما تتخيل. هتعزمهم على غدا وتجيب الطوبة دي اللي شبه اللحمة بمليون دولار وتحطها لهم في الطبق عشان يجي ياكلها ويتفاجئ. بس كده يا سيدي، عارف انت بعد ما بقيت ملياردير بقى دمك يلطش، جايب طوبه ب 20 مليون جنيه عشان تهزر مع اصحابك. نيجي بقى للمركز الثالث، كم مره دخلت حمام مطعم او الكافيه اللي انت قاعد فيه وما لقيتش مناديل؟ عادي بتحصل كتير قوي، بتتصرف وبتجيب مناديل. طب تعمل ايه لو دخلت حمام لقيت لفه مناديل حمام لونها ذهبي زي اللي في الصوره اللي قدامك، وجيت تمسكها لقيتها ذهب فعلا؟ بكره المناديل دي
تمنها 1,200,000 دولار معمولة من ذهب عيار 22. شوف بقى المسحة واقفة عليك بكام. المركز التاني أغلى قلم جاف موجود لحد دلوقتي، أنا طلعهولك على الشاشة مش هقول اسمه عشان صعب أوي. القلم ده هيكله متصنع من الألماز الأسود النادر، واللي ما يعرفش الألماز الأسود ده أغلى نوع ألماز. القلم ده يا سيدي اتباع في مزاد خيري في شنغهاي ب$6,000,000. نيجي بقى للمركز الأول واللي كلنا مستنيينه. كم واحد فينا بيركز مع نمر العربيات؟ كده عدت علينا نمر عربيات مميزة كتير، بس أنت فكرت النمر دي تمنها كام؟ خلينا الأول نبدأ من مصر. تاني أغلى نمرة هي سيف واحد اللي ب650,000 جنيه، وأغلى نمرة في مصر هي أهم واحد اتباعت ب1,970,000 جنيه مصري. أهم واحد بمبلغ 1,970,000 جنيه. وطبعا إخواتنا الخلايجة أكيد موجودين في الحوار ده. نمرة العربية واحد باعت ب14.5 مليون دولار في 2008. عشان تخيل الرقم ده، ده تمن 36 عربية لامبرجيني أفنتادور أو استوديو 80 متر في زد. وأغلى نمرة عربية اتباعت في العالم هي MM في كاليفورنيا اللي تمنها 24.5 مليون دولار، ويقال إن في واحدة في بريطانيا رقم F1 واللي اتباعت من كام سنة ب20 مليون دولار دلوقتي قيمتها عدت ال 44 مليون دولار. ملايين كتير بتدفع ولسه هتدفع على حاجات تبان بالنسبة لينا غريبة، بس لو جيت بصيت للموضوع من منظور تاني هتلاقيه منطقي جدا، لأنه نسبة وتناسب. هي بالنسبة لك ملايين، بس بالنسبة لهم شوية فك زي اللي بتدفعهم في أي كافيه. مش معنى إنهم بيعملوا كده إنهم مش بيعملوا خير. ناس كتير قوي في حياتنا وعلى السوشيال ميديا الثروة خلتهم يزودوا الخير اللي بيعملوه، وعلى راسهم محمد صلاح. الأهم من ده كله انك تعيش مبسوط طالما مش بتعمل حاجه غلط، سواء معاك او لا. انبسط على قد امكانياتك، السعاده جزء مهم جدا في الحياه، واوعى يفوت يوم من غير ما تنبسط فيه قبل ما تنام. انا كريم حنفي، سلام.